رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها المنتظرون، توقعوا الفرج صباحا ومساء، فإن الله كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، والمترقب للفرج لا يعصي الله أبدا ويتحرى رضاه دائما ويتقرب إليه بالطاعات وباجتناب المعاصي والسيئات وبإيتاء الصدقات وبالأعمال الصالحات. فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. ولكن مع ذلك احذروا التوقيت، فقد كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون. نصر روح البتول، من به الأكوان تحيا، ومن شمس علاه تهدى الأفول. أيها المنتظرون، لقد أعلن أئمتنا المعصومون عليهم السلام للناس كافة بأن أمرنا أبين من هذه الشمس، وأنه كالصبح ليس به خفاء، فلا تغتروا بمن يدعي المهدوية أو اليمانية، وترقبوا حجج الله الجلية، ولا تتبعوا في زمن غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا المرجعية الدينية التقية النقية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. تملأ الكون سلاما خالدا طول الدهور، صاحب الأمر سلاما إليها، وما حان حين اللقاء. أيها الحسينيون المنتظرون، إن للمسلم على المسلم 7 حقوق وواجبات، منها أن تحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك، وأن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، وأن لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى، وإذا علمت أن له حاجة أن تبادر إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها. فالله الله في حوائج الإخوان وفي الأرامل والأيتام
والفقراء وعوائل الشهداء، فابذلوا لهم الغالي والرخيص، واحموهم وأكرموهم وأحسنوا معاملتهم، فإن ذلك يسر أئمة أهل البيت عليهم السلام، ويوجب المزيد من القرب إلى الله تعالى. صبراً على الجور يا ابن الحسن، صبراً وقد كللتنا المحن، صبراً على الجور يا ابن الحسن، صبراً وقد كللتنا المحن، صبراً فطالت سنين العذاب وطالت علينا ليالي الشجن، صبراً فطالت سنين العذاب وطالت علينا ليالي. أيها المنتظرون، أيسركم أن تكونوا من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ إذن فكونوا كما قال الصادق من آل محمد عليهم السلام: من سره أن يكون من أصحاب القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف فلينتظر، وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق، وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه. فجدوا وانتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة، فكونوا أفضل الناس تقوى وورعا، وكونوا أحسن الناس سلوكا وأخلاقا، وكونوا مع ذلك لأمرهم من المنتظرين وللفرج من الداعين. ابن الحسن، أتدري بأن الطفوف لظى إلى الآن يلهب وجه الزمان؟ يا صاحب العصر أكحل لنا همونا عمتنا غبار الفتن، سلام عليك إلى أن تقوم، سلام موال صداه الشجن. أيها المنتظرون، تذكروا أنكم بعين الله تعالى وفي رعاية ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ يقول: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله، وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، وما أكثر الفتن في هذا الزمن، فطالعوا من الكتب المهدوية ما يزيدكم بإمام زمانكم حبا، وبكلماته ووصاياه وضوابط علائم ظهوره معرفة وعلما. أرواحنا لتراب مقدمك الفداء، يا منقذ الأجيال من جور العداء، صبر التقى يا قائدا سفن النجاة، حلق بنا هذا زمان وقد بدا، حلق بنا هذا زمان وقد بدا، حلق بنا. أيها الحسينيون، اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب، ورابطوا على الأئمة. أوليس الله تعالى يقول:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وبذلك تعينون الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على إنقاذكم من الفتن ومن ملمات المحن. فرابطوا إمامكم واتقوا الله فيما يأمركم وفرض عليكم. التزموا بالصلاة وبالصوم وبالخمس والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري. يا مرهبا صبر الطقات، يا قائدا سفل النجاة، حلق بنا هذا زمانك قد بدا، حلق بنا هذا زمانك قد بدا. أيها الحسينيون، تذكروا الحسين الشهيد المظلوم عليه السلام، وانهجوا نهجه، واسلكوا سبيله، وحاربوا الظلم والعدوان، وسيروا في بلاد الله بالعدل والإحسان، واندبوه صباحا ومساء، فإن إمامكم يقول: لأبكين عليك بدل الدموع دمع. أيها المنتظرون، جددوا البيعة لإمام زمانكم كل صباح ومساء، كي تحظوا بالشرف الأمجد والمجد الأسعد والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. فطوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا، الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا، أولئك منا ونحن منهم، قد رضوا بنا أئمة فرضينا بهم شيعة. فطوب لهم ثم طوب لهم، هم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة.